اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من اجل طفلك. معكم عائشة الشاذلي، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك، باحث ماجستير علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، جامعة بني سويف، تخاطب وتعديل السلوك. هنتكلم النهاردة عن التأخر اللغوي والنمو اللغوي عند اطفالنا. امتى الطفل بيبدأ يكتسب اللغة؟ في ابحاث حديثة قالت ان الطفل من هو وفي بطن والدته هو بيبدأ يخزن كلمات، يخزن أصوات ويعرف. في أبحاث كانت بتقول إن احنا نكلم الطفل هو لسه جوه بطن مامته. اتعمل بحث وكنت سمعت بيه قبل كده إن الطفل هو وفي بطن مامته بيبقى عارف، بيألف صوت والده وصوت والدته. فلما الطفل بدأ يسمعه بعد الولادة على طول، فبدأ ان هو بيلتفت للصوت. في ابحاث قالت ان هو بيبدأ يعرف صوت والده ووالدته من هو ولسه جنين في البطن. بعد ما بيتولد كل ما بنكلم طفلنا كل ما بيخزن عنده كلمات. في عامه الاول ممكن يقول، يبدأ يطلع بعض الحروف اللي احنا بنقول عليها مثلا مناغة، بعض الأصوات. يبدأ بعد كده نبدأ بابا ماما. طبعا ماما بتبقى متغاظة وزعلانة ان هو انا اللي حملته، انا اللي تعبت 9 شهور وانت اول ما بتنطق بتقول بابا. ده مش عشان هو الطفل منحاز لبابا ولا حاجة، بس عشان خاطر ان الباء مخرج سهل، فمخرج الباء قبل الميم، فلذلك الطفل بيبدأ عنده باب 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 بابا لغاية لما يقولها. بعدين بيبدأ نقول ماما، وتبدأ معانا بمقاطع صوتية، بابا دادا ماما تاتا، تبدأ مقاطع صوتية. نبدأ في عامنا التاني نقول جملة مكونة من كلمة، الأول كلمة وبعدين كلمتين وبعدين جملة فيها 3 كلمات. في فروق فردية، في طفل في أول العام التاني ممكن يعمل ده، في طفل في وسط العام التاني ممكن يحصل ده، وفي طفل في آخر العام التاني. وفي أطفال مش بتبقى بتتكلم، بس هو زي ما بنقول حصالة، هو محوش كل الكلمات اللي احنا اديناها له وكل الخبرة اللي اخدها مننا، كل الخبرة اللغوية هو محوشها ويبدأ مرة واحدة تخرج. وفي اطفال بقى بيبقى عندها تأخر لغوي، ما يبدأش يعدي العام الاول والتاني وهو لسه ولا قال لا مقاطع صوتية ولا كلمات ولا حتى كلام مفصل. في عوامل بتساعد على التأخر وفي عوامل بتساعد على النمو اللغوي. نبدأ الأول بالعوامل اللي بتساعد على النمو اللغوي عند الطفل. أول حاجة إني أكون بكلم طفلي، حتى لو هو في عامه الأول هو مش هيعرف يتكلم ولا يرد. كلمي طفلك، هتديله مثلا يشرب، هتقولي له يلا نشرب مية، تشرب مية، أشرب. الطفل بيخزن، ممكن اللي من بره يقول لك ايه ده، انت بتكلم طفل صغنن نونو، دي مختلة يعني. لا، على فكرة بيسجل الكلمات وهيبدأ يطلعها ويوظفها في الوقت المناسب لما يكتمل جهاز النمو اللغوي عنده في جسمه. كل ما هتكلم مع طفلي كل ما هساعد طفلي انه يتكلم، كل ما هحط طفلي في بيئة فيها كلام وفيها لغة وفيها أعمار مختلفة، كل ما بساعد إن النمو اللغوي لطفلي يبقى أفضل. بدليل الطفل اللي في بيت عيلة فيها جده وفي تيتا وفي عمه وفي خاله وفي ولاد عمه ولاد عمتي ولاد خاله، بيكون النمو اللغوي عنده أسرع بكتير من الطفل اللي بيكون محطوط في شقة مع بابا وماما. بابا طول النهار في الشغل، ماما بس قاعدة معاه وممكن تبقى مرهقة تعبانة، لسه ماما جديدة مش عارفة تتكلم، فممكن ده يأثر على اللغة
فيأثر ويوصلنا لتأخر لغوي. السبب ايه؟ فقر بيئي. يعني ايه؟ يعني بيئة فقيرة، بيئة ما فيهاش كلام، ما فيهاش لغة، ما فيهاش أطفال ممكن يتكلموا معايا، ما فيهاش أشخاص ولا شخصيات ممكن تتكلم معايا. طيب اضطرتني الظروف ان انا هقعد لوحدي، يبقى انا هقعد مع طفلي، هبدأ اتكلم معاه. طب ايه الحاجات التانية اللي بتأثر على النمو اللغوي عند الطفل وممكن تعمل تأخر؟ ان ماما مثلا او بابا غصب عنهم، هي مثلا مشغولة في حاجة او وراها شغل معين او عايزة تخلص مهام عندها في البيت، فانها شغل التلفزيون وحط الطفل قصاده. كان زمان يقول لك ده هيجيله توحد. لا، على فكرة التوحد مش بيجي من التلفزيون، لكن انت هتعملي له تأخر لغوي، هيبقى طفل شاشة. هو مجرد ان هو متلقي بيسمع اغاني وكلمات، حاجات بتتكرر ورا بعض، حاجات نمطية كده ورا بعض بيسمعها، وهو مش بيتفاعل، مش بيرد عليهم، ولا حد بيكلمه ولا حد بيرد عليه ولا كده، مفيش التفاعل، مفيش الكوميونيكيشن بتاع اللغة، مفيش كونكت زي ما بنقول، ولا اتصال بين حد. فدي من الحاجات اللي بتعمل تأخر لغة. الحاجة التانية ان الطفل مثلا يبقى ما اكتملتش عنده اللغة الأولى، اللغة الأم. مثلا طفل عربي ما ينفعش ان انا ادخل لغة انجليش، لمجرد ان انا عشان ماما في النادي واصحابي، وانه يبقى طفل هاي كلاس زي ما بيقولوا كده، وبيتكلم عربي مكسر زي ما بيقولوا، بيدخل انجليش في الكلام. لا، ممنوع ان ندخل لغة تانية قبل اكتمال اللغة الاولى. لازم اتكلم مع طفلي واسمع منه. فاكرين زمان كان في حملة كده، اقرا لطفلك. إيه؟ لما بقرا لطفلي قصة او حكاية او بحكي له حاجة، إيه، بيفرق جدا معاه. حتى لو هو لسه مش هيعرف يرد عليا، حواديت مناسبة لعمره كده صغننة، على فكرة بتنمي الذكاء وبتنمي اللغة وبتنمي المعارف عنده، حتى مخرجاته بتبقى مختلفة. برضو من أسباب التأخر اللغوي إنه ممكن يبقى الطفل عنده مشكلة في أعضاء النطق، مثلا شق سقف الحنك، ممكن روابط لسان، ممكن شفة أرنبية، ممكن عنده مشكلة في اللسان، عريض أو صغير بطريقة معينة، حجم اللسان. كل دي من الحاجات اللي بتأثر على اللغة، ودي من الحاجات اللي ممكن تعمل عندي تأخر لغوي. طيب امتى ان انا ممكن اقول احنا محتاجين نروح لدكتور او اخصائي تخاطب؟ لما يعدي عليا سنتين كاملين والطفل ما اتكلمش، سنتين كاملين والطفل لسه مش بيقول لا بابا ولا ماما ولا كلمة مفهومة، ولا اكل اشرب امبو ماما نانا تيتا دادا، كل المقاطع وكل الكلام اللي احنا متعودين عليه هو لسه مش بيعمل. طب تيجي ماما تقول لي بس هو بيقول لي، انا ببقى فاهمه هو بيقول ايه، انا بس اللي موجودين حوالين مني مش فاهمين. هقول لك عنده مشكله كده في الكلام. طب طفل بيجي بس انا عايز يشرب، هو بيجي هو بيوديني لغايه الميه ان هو عايز يشرب، اه هو بيشاور لكن هو لسه مش بيتكلم. طيب اصل اخوه اتكلم على سنة وهو دلوقتي سنة وشهرين وما اتكلمش. لا، استني لغاية لما يكمل السنتين. في حاجة اسمها فروق فردية، بس انت في خلال السنتين دي ممكن تستشيري طبيب الاطفال، ممكن وهو هيبقى له نظرة لانه هو هيفحص جهاز النطق والكلام عنده، او ان انت تبدأي تدي كلام لطفلك وتبدأي تتفاعلي معاه وتدي له وقت اكتر، ونشيل الشاشة ونشيل التلفزيون ونشيل كل حاجة ممكن تشتت الطفل عن الكلام، او انه تخليه ما عندوش مخرجات. طيب احنا عدت السنتين والطفل مش بيتكلم، هنا بقى هبدأ اقولك يلا اتفضلي يا ماما يا شطورة، نطلع على طبيب مختص او ان احنا نروح لاخصائي نطق وكلام.
ونبدأ لأخصائي التخاطب هيشوفه، هنبدأ نقيم ونشوف عنده مشكلة في لسانه، عنده مشكلة في الأسنان، عنده مشكلة في الشفايف، عنده مشكلة في كل أعضاء النطق والكلام، وهنبدأ إن احنا نشوف هو إيه المشكلة عنده. طيب بعد سنتين هو يبدأ إنه يعبر عن نفسه، إيه انا مش مبسوط، انا زعلان، انا اكل، انا اكل واشرب، دي في السنة التانية. إيه انا مش مبسوط، انا زعلان، انا عايز اتفسح، انا عايز البس كذا، انا عايز اروح المكان الفلاني، لو بنوتة هتلاقيها حطي له روج. دي من الحاجات اللي احنا يعني ضمن التطور اللغوي للطفل. طيب امتى نبدأ ندخل لغة تانية؟ بعد ما يكمل 5 سنوات. ليه؟ عشان اكتمال اللغة كاملة بقى بكل الحاجات اللي فيها، بالاستفهام، بالحروف، بالتعبيرات، بكل في خلال 5 سنوات. بعد سن ال5 سنوات نبدأ ان احنا ندخل اللغة التانية، زي مثلا ولادنا ما بيروحوا المدارس في كي جي 1 وكي جي 2 في مدارس اللغات، بنبدأ ناخد اللغة التانية اللي هناخدها.